بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن موقع بيكتو تشارت. بيكتو تشارت هو موقع مختص في تصميم الملصقات والإنفوغرافيك. وظيفة الموقع يقوم بتجهيز تصاميم مختلفة، يعني هي القوالب، وهناك عدة تصاميم مختلفة. في تصاميم خاصة لنا يعني كذا كذا شخص، وفي تصاميم أنت قاعد تسويها، تصاميم خاصة للشركات. فهناك عدة شركات وموقع مشهور عند الشركات إذا بيصمم قوالب. Easy to use infographic maker هو مستخدم أو صانع الانفوغرافيك، سهل هو يكون مستخدم، سهل الاستخدام عليه، سهل الاستخدام، وهو لا يحتاج إلى مختص أو مصمم خاص لتصميم قالب، وسهل الاستخدام. قلنا نبي نشوف الحين الواتش تو ديمو، اشوف عرض توضيحي للموقع. وهذا العرض التوضيحي للموقع. مشهورة تستخدم هذا الموقع. أولاً نختار النموذج، إما يكون برزنتيشن أو إنفوغرافيكس أو مطبوعات. نختار أول شيء إنفوغرافيكس. الإنفوغرافيكس هو إنشاء رسوم بيانية طويلة الشكل التي تجرب في التي تجذب المشاهدات للصفحة. وأقدر أشوف عدد المشاهدات أو الزيارات التي شافوها، يعني المرورية. ونشوف البرزنتيشن. البرزنتيشن هو عرض رسوم بيانية يعني مقرية بصريا، والتي يمكن عرضها مع شرائح، والتي يمكن عرض الشرائح مع عرض جاهز من الموقع نفسه. والمطبوعات هي تعزيز ملصقات ونشر المعلومات، يعني في لمحة، أو يعني تكون سهلة الطباعة، سهلة المشاركة مع الناس، والتي يكون من السهل إبرازها في أي مكان، يعني في التلفاز، في مواقع التواصل الاجتماعي، في أي مكان تكون سهلة إني أقدر أبرزها. ثاني شيء هي جعلها فريدة من نوعها. هني قاعد أحرر الخط ومع الألوان، وأغير يعني أقدر يعني بشيء بسيط، أو أغيره كله مثل ما أنا أبي، يا ما يكون عن طريق الخرائط أو رسوم البيانية، يا ما عن طريق الرسم يكون فيه، يا ما وفي الصور مع الفيديو أو الفيديو، أو عن طريق الدمج. إني أبى أشارك أنا تصميمي الخاص، يا إما أشاركه عن طريق الويب، يا إما أشاركه عن طريق البرزنتيشن في أي مكان، يعني عرض تقديمي مثل مواقع التواصل، إني أعرض في يعني مثلا في التلفزيون، أقدر أعرض هذا العرض التقديمي، يكون سهل وسريع وبسيط، والناس تقدر تنجذب لهذا التصميم، أو عن طريق داونلود أو أند برنت، هو يكون عن طريق إني أطبعه أوزعه بين الناس، أو إني أحطه في يعني مثلا أي مكان wherever. هذا هو عن طريق مشاركتي في تصميمي الخاص.
والحين نجي جرايو بابيلوريتي، يعني يكون مشهور، هو كيف تجعل موقعك مشهور. يا اما تشاركه مع الزوار، يا اما تشاركه مع جمهورك، يا اما تشاركه مع المستخدمين. هذا جعل موقعي مشهور. راح نجي نتكلم عن قصة الموقع. قصة الموقع شيقة جدا جدا جدا، حيل حلوة. خل نشوفها. هذه يور ستوري. يور ستوري هي بدأت يعني عام 2011. هو موقعها في ماليزيا، بدأت عندما لاحظ مؤسسين الشركة من خلال الانفوغرافيك يمكن أن يجعل هني جعلوا أي شخص يقدم محتوى أو مادته بطريقة وتسمح له بالتواصل البصري وسهولتي. وهناك بعض المعلمين قدموا لطلبتهم توضيح عدة أمور المكتوبة المجردة إلى صور وإلى خرائط وإلى رسومات بيانية. الحين هذا هو طريقة إنشاء. شوف الحين شلون the idea، طريقة تصميم، طريقة نشأة هذا الموقع. خلينا نشوف الحين التوضيح لهم. شوفوا يقدمون لنا بطريقة مميزة ومشوقة. مرتب حيل وطريقة، شوفوا كل شيء يعطينا اياه. ليه تحدثوا من اول ما بدأوا الى نهاية، يعني مو نهاية، الى الان؟ هذه هي طريقة نشأتها. الحين نشوف the values. values هي القيم، هذه الشركة كلها. خلينا نشوف القيم وبعدها نشوف إن شاء الله شلون طريقة دخولنا الموقع وشلون نتعامل مع الموقع. فهم عندهم كلمة تجمع، وهي تجتمع في كلمة واحدة، وهي كلمة hopeful. hopeful كل حرف في الكلمة يعتبر، يعني يعبر عن معنى كلمة أخرى. فمثلا حرف، نشوف حرف ال H. حرف ال H يعني humble، يعني شنو؟ تواضع. كل شخص هناك يعني في تواضع، كل شخص موجود هناك. حرف ال O، حرف ال O الأبن، الأبن يعني الانفتاح. وحرف ال B يعني شغف، شغف يعني يكون مبدعين في الأدوات، يحبون العمل اللي يقدمونه، ويكون من يعني مبدع، يعني يخلي المشاهد يتأثر في هذا العمل. حرف الـ A يعني excellent، يعني الامتياز والتميز في الشغل. حرف الـ F، الـ F حلو إنه شنو؟ fun، يعني إنه متعة، يهتمون بعملهم ودورهم وحبهم بالتعامل في الشيء اللي يسوونه، ويكونون مبدعين في العمل. حرف اليو، اليوزر يعني يوزر، شنو اليوزر؟ يعني مستخدم، مركزين على المستخدم ويقدمون له أفضل الخدمات عشان منها يتعامل معاهم ومنها إنه يطور من نفسه. حرف ال، ال اللوف، هو حبه وحبه وتكون نفسه حلوة مع المستخدم، ويقدمون أفضل شيء للمستخدم من هذا الحب. والحين إن شاء الله نشوف شلون ندخل الموقع.
هم إذا كان عندنا إذا كان عندنا حساب ندش على اللوجين، إذا ما كان عندنا حساب في البيكتوشارت ندخل من ساين أب. إحنا ندخل من ساين أب. طريقة دخول الموقع عن طريق الإيميل. لحظة، أنا هذا عندي حساب فبطلع منه وأعلمكم شلون الطريقة. هذا حسابي الموجود اني انا كنت مسويه البيكتو تشارت. البيكتو تشارت يا اما ادخل عن طريق جوجل، يا اما عن طريق جوجل، يا اما عن طريق الفيسبوك، يا اما عن طريق الايميل. لي ثلاث طرق اني ادخل للموقع. الحين مثلا انا بدخل نقول نكتب الايميل .com. نكتب الباسبورد، الباسبورد لا يقل عن 6 كلمات. الحين ندخل على ساين اب. انا لاني انا داشه على الموقع لما ساين ان، لما ادش على ساين اب راح اضغط على الاسم، راح يكون لي اسمي، راح يكون لي اسم، راح يطلب لي الايميل، راح يطلب لي الباسبورد. بعدها راح يدز لي على الايميل رسالة لتفعيل الموقع. راح اضغط لي هذه الرسالة، تكون هذه الرسالة تجيني، هذه الرسالة راح تجيني، واضغط على اللينك هذا، اضغط على اللينك اي لينك عادي، اضغط عشان يفعلوا لي الحساب. بعدها راح يتفعل الحساب لما اكتب اسمي الايميل واكتب الباسبورد. راح افقد ساين ان. لما اضغط الساين ان راح يطلبون اسمي، اللاست نيم والفيرست نيم يبونه. بعدها راح تشذي شوفوا معي، انا كتبت لما كنت كاتبه الاسم كتبت اريج وكتبت الاسم الثاني، فهذا اسمي. انا مو مسويه ولا شيء على هذا الموقع. الحين راح اتكلم معكم شلون الطريقه وشلون التفاصيل، وبعد راح تطلع لكم شاشه انك تكون انت في شنو، انت تعليمي او باي جهه ثانيه. لما تختار التعليمي احنا ناخذ educational. ليش؟ لان احنا تعليميين فناخذ، يا اما تكون مدرس، يا اما تكون طالب، يا اما تكون طالب او اي شيء ثاني في المدرسة. فحنا انا اخذت الطالب لاني كوني طالبة واخترنا. والحين صمم لي على شنو هو التصميم اذا انت بطالب او اي شيء ثاني. حنا الحين ناخذنا على اني معلمة طالبة الحين، فابا اقدم التقديم هذا. الحين راح ناخذ كرياتنا عشان اسوي المشروع والتصميم الجديد. هذه لوحة القيادة. لوحة القيادة فيها انك توصل لأعلى مستوى، أعلى من مستوى من القوالب، في حسابك الآن إلى أكثر من 600 قالب. وكل قالب يعني وقالب كل أسبوع في قالب جديد. وفيها الانفوغرافيك والعرض التقديمي والطباعة. والحين نسوي كرييت ناو، نخلق مشروع جديد. يا اما تبين من هالثلاث انواع اللي قلتهم، احنا شنو نبي؟ نبي مثلا تبون طباعه ولا تبون انفوجرافيك؟ ناخذ الطباعه. الحين قاعد ينزل لي طباعه، قاعد يفتح لي الصفحه. الحين نبدأ من الأخير من الطباعة، بعدين راح نبدأ بالعرض، بعدين ناخذ الانفوجرافيك. كل واحدة ناخذها. الحين مثلا تبي بوستر أو ريبورت، شو تبي أنت؟ ناخذ البوستر. خلنا
أو تبي أنت شريحة جديدة أو تبي من الشرائح،